منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تركزت الأنظار على مناطق أخرى خوفاً من توسع النزاع ليصبح إقليمياً. نتحدث هنا تحديداً عن إيران والميليشيات المدعومة من طرفها في لبنان والعراق واليمن وإلى سوريا أيضاً. كانت هناك مخاوف من إسرائيل وحلفائها وخاصة الولايات المتحدة مما قد تسمى بوحدة الساحات. حتى الآن الساحة الوحيدة للحرب هي قطاع غزة، فطهران نأت بنفسها عن المواجهة وعبرت مراراً عن أنها لن تدخل الحرب مع إسرائيل. فكرة وحدة الساحات التي تم الترويج لها سقطت أيضاً على مستوى جنوب لبنان، فالمناوشات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله لم تتخطى قواعد الاشتباك المتفق عليها، وبقي الهجوم على إسرائيل كلامياً فقط من طرف أمين عام حزب الله حسن نصر الله، مع صواريخ لم تقلق راحة تل أبيب العسكرية ولم تغير أنظارها عن غزة. مناوشات حزب الله سبق ووصفها القيادي في حماس خالد مشعل بغير الكافية وأن المعركة تتطلب أكثر. في العراق أيضاً كانت صواريخ الميليشيات الموالية لإيران مجرد أحداث عابرة بالنسبة للبيت الأبيض الذي رد بغارات محدودة، رد أغضب رؤوساً كبيرة داخل البنتاغون، كذلك الخارجية العراقية التي حذرت من مخاطر على البلاد. الأمر نفسه تكرر في اليمن، مناوشات ميليشيات الحوثي بقيت هامشية وصواريخها لم تصل إسرائيل، أحدها سقط في الأردن وما تبقى في مصر، وأخيراً اختطاف سفينة يابانية تحمل طاقماً دولياً تعمل مع شركة إسرائيلية. أما سوريا فلم تحرك ساكناً وبقي هجومها خطابياً ضد إسرائيل على استحياء. أحداث كلها أظهرت أن ما تم الترويج له على ما سميت وحدة الساحات ترك غزة لوحدها. بلال البجديني، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.